احنا اليوم محطة جديدة من التحدي اللي خضناه، التحدي هو الأغوار الشمالية. تحكي لنا أكثر بدر عن المنطقة اللي احنا فيها أنت والعم أبو فراس. شكرا يا صهيب. يعني من أجمل الأشياء أنه احنا نشوف المزارعين عم بعمروا أرضهم، هذه الأرض الطيبة اللي إن شاء الله بعد شهرين عم أبو فراس رح نشوف فيها فقوس. ويعطيك الصحة والعافية. اللي انت بتقوم فيه لحاله قصة صمود، لا انه نعمر ارضنا ونكون نبقى في ارضنا. والله احنا يا حبيبي احنا ولدنا في هالبلاد. نعم. انا ولدت هناك في المرأة حضاك عند الشجرات، جابتني امي هون. يعني كيف بدي اتصور اني انا كان رب العالمين من فوق يعطيك الصحة. اما الشغل فوق ارادة الواحد، ان شاء الله انه نتأمل خير. انت موجود كل يوم في هذه المرأة؟ بنام هون. أنا. من كم من سنة لك بتفلحها؟ قبل 67. قديش أقرب مستوطن عليك؟ أقرب مستوطن؟ هذا هو أنا واحد اسمه سيلة بجوز 400-500 متر. صحيح. بس مطل هذيب. واحد اسمه ديدي هنا في روتب. لا بخلي حدا يدور عند الحوز هذاك من مرة. وهال من هون يجي فوق العرش ما بخليش حدا يدور. جايب. والجماعة مهجعين هالنعجات بجواتها الحواش. كيدي. بطعم. بسكوهن جايب. والنايمة تعزر. وكأنها سياسة عم بقوم فيها الاحتلال في كل المواقع عم أبو فراس، في أي منطقة عم نروح عليها زرع المستوطنين في كل منطقة. ولكن اللي انت بتقوم فيه هو أحد الحلول حقيقة، أنه نبقى في أرضنا ونتمنى لك الصحة. يعطيك ألف عافية. الله عليك. حاجة سياسة اليهود في 73 وطلع هدوا الخرابيش، سحبون في الدبابات، في النهاية صاروا يجيبوا حوشوا الرعيان حملوهم في الطائرات يأخذوهم عريحة بكفش لغير مركز عسكري في ريحة. بعدين طفروا من العالم، صاروا يحملوا الغنم وسوق البكر سوق على الكارنتينة على ريحة وصايد يصادروها ودفع الناس مصاري. ومن هناك جاي جرة الخرافي. يعطيك الصحة. مبسوطين بشوفتك، وإن شاء الله بنمر عليك هنا وبناكل وبنشتري من فقوساتك إن شاء الله. يعطيكم الصحة. الله يسلمك. شكرا كثير. محطة جديدة في تحدينا، في تحدي الأغوار الشمالية. يعطيكم العافية. إن شاء الله بالفارسية تكون محطتنا القادمة. يعطيك العافية عم أبو فراس. شكرا.